مشروع الخط الرابع يعتبر من أكبر المشاريع اللي تم إنشائه بالنسبة لشركة البترول الوطنية، يعتبر بالعالم من أكبر المشاريع ستاندالون بالنسبة لـ 1 يونت. المصنع الرابع كذلك وجد للإحلال بالنسبة لمشاريع السابقة التي بنيت بالسبعينات مثل مشروع الخط الأول والثاني والثالث. يعتبر وحدة مصنع إسارة الغاز الرابع من الوحدات كبيرة الحجم لدى شركة البترول، ولقد تم البدء في التشغيل بعد الانتهاء من عمليات البناء من قبل المقاول المنفذ، وقد تم الانتهاء من الكونستراكشن اللي هو بناء الوحدة من المقاول سنة 2014، تم البدء في التشغيل الفعلي سنة 2015. من فترة الكونستراكشن إلى أن بدأ التشغيل الفعلي كان هناك تحضير والتأكد من جهازية الوحدة للتشغيل الفعلي. أن الطاقة الاستيعابية للمصنع تعتبر 800 مليون قدم مكعب، وبالنسبة للكميات الكوندنسيت والال بي جي تقريبا 100 ألف بارل بير دي، والطاقة الإنتاجية للمصنع 70 ألف بارل من الغاز البروبين، وتقريبا 50 ألف بارل من الغاز البيوتين، وتقريبا 120 مليون غاز تغذية للغاز نتورك المحطات باور ستيشن في الكويت. لقد تم منح مشروع خط الغاز الرابع لشركة ديلم الكورية، ولقد حرصت شركة البترول الوطنية الكويتية على مساهمة السوق الكويتي الخاص في المشروع، فقد شاركت 15 شركة كويتية في بناء وإنجاز المشروع، وقد تم استيراد أغلب المعدات الخاصة في المشروع من عدة دول منها أمريكا، السعودية، الإمارات، الصين، وبلغت العمالة في أوقات الذروة إلى 5000 عامل يعمل في خط الغاز الرابع. تم توظيف تكنولوجيا حديثة في تصنيع هذه الوحدة، وأيضاً أتاحت فرصة لتوظيف شباب كويتي تم تدريبهم التدريب الكامل لتشغيل الوحدة، والحمد لله اليوم إحنا الوحدة تعمل بطاقتها، ونسعى إلى أعلى إنتاجية في هذه الوحدة، وهذه مفخرة لنا كعاملين بمصفاة الأحمدي في إنجاز هذه الوحدة بشكل دقيق، واللي يخدمنا إن شاء الله وتكون آمنة، وحدة آمنة ومراقبة وتعمل بدقة. بالنسبة لي كمهندس حديث، الالتحاق بكادر شركة البترول الوطنية الكويتية كانت فرصة كبيرة بالنسبة لي للعمل والتعلم من المهندسين ذوي الخبرة في قسم الصيانة في محطة الغاز المسال الرابعة. كنا متواجدين مع الشركة المنفذة للمشروع على مدار الساعة لتبادل الخبرات ولتقديم يد المساعدة في حال الحاجة، والآن نعتقد أن بقيادة المهندسين ذوي الخبرة في قسم الصيانة نحن نستطيع أن نقوم بكافة أعمال الصيانة لهذه الوحدة التي تعتبر من أكبر الوحدات في العالم. لقد كان هناك تحديات جسيمة خلال فترة التشغيل، حيث كان هناك عملية الربط الوحدة الجديدة مع الوحدات التي تعمل حالياً، فلا بد أن يكون هناك إجراءات تتبع لاتخاذ الإتمام عملية الربط، وكذلك كان هناك عملية التنسيق مع الجهات الخارجية مثل شركة النفط ومحطات توليد الطاقة، كان هناك تنسيق حثيث بحيث يكون يجري عملية التشغيل بسلاسة بدون أي تأثير على أي حد من تلك الجهات.